بس اجوا معنا العيله كلها صحيح. آه. نحن بالبيت ببيت الكل. فاليري مثل اختك زي حبيبتك معي. يلا حبيبتي. سؤال محرج على الهواء. طبعا بحبها لفاليري مثل اختي واعز كمان. يلا خلص خلص يلا جالوبس. يلا ما عم بفهم مساء الخير يا جماعه. مساء الخير فاليري. انا وين هون؟ انت هون؟ اوكي اهلا وسهلا فيكم. ما تغزوني على العجقه يا ابني. ما عم بفهم ليش بحبوها هالقد يعني. ايه فهمت لكم علاج ما فهمت. تا شو عم تقول؟ شو عم تقول؟ عم اقول انه هلا بعد شوي بقول لك. خليك رحب معه. لا تعا قل لي تعا خلص تعا. ليش يعني بيرقد عليك النسوان وانا وياك نفس الدنيا؟ يا عيني عليك تعا احكي بوشي لا تروح. يعني بتمثل بمثل. اوكي. وعندك غره؟ عندي غره. حلو. دائما انجا بعبيها برجع عادي يعني. حلو. زاد خربع بتحط بيها. حلو. وانا عندي اوبشن اكثر منك يعني. انا بغني انت بتغني؟ لا عباس يا عباس عيب الزلمه بعده واصل. أنا مش حاقد. لا والله رح نحكي فيهم بعد. أوكي. نعمل مقارنة بينك وبين المقطع. أوكي أوكي عادي. أوكي ما رح جاوب. هاي فاليري. أول شيء فاليري بدي بلش من الفانز تبعك يلي شو آلاف المساجات اللي قطعت يعني تتوالى ورا بعضها. وين فاليري وين فاليري وينكم فانز فاليري؟ يا حي فاليري. هاي. ثانك يو. انا بحبهم كثير. انا كوني انه ليه وينها فاليري؟ ما بتطلع مع فاليري؟ ليه ما بتستقبل فاليري؟ هي بستقبل وانا هون. وهالحلقه لكم. ثانك يو والله. ميرسي معتصم. انا كثير مبسوط فيك حبيبي يا عادل. كثير منور والله. مبسوط وبتشكرك على هي الاستضافه اكيد. ومبسوط كثير. ايه برنامج انا شخصيا بحبه وبحبك شخصيا حبيبي. والمحطه عزيزه وغاليه على قلبي فانا بغايه السعاده لي. حبيب القلب حبيبي. منور سلملي. الليله ليله فالنتاين. شو بتعني لكم هالليله يعني عن جد معتصم انت يعني؟ بس تكون فالنتاين تضرب ايدك على جيبتك بتخاف على جيبتك ولا بتعيش الحاله؟ بعيش الحاله. عيش الحاله. عيش الحاله. خلص وين بياخذنا بياخذنا يا مرحبا. دفعنا ما دفعنا نفدنا منيح. طب هلا اذا نحن هلا مباشر على الهواء بدك توجه رساله حب لمين بتوجهها؟ بوجهها لعائلتي. ايه عائلتي الكبيره وعائلتي الصغيره. ابي وامي طبعا. وبوجهها لزوجتي لين ولبنتي ساندرا. بقول لهم انا بحبكم طول السنه وبحبكم طول الوقت ورح ضل حبكم طول العمر. هذا اليوم اكيد مميز لحتى اني اعبر فيه عن حبي لكم والله يقدرني ضلني بحبكم لاخر يوم بعمري. حلو كثير فاليري. من بيت الكل لم يتوجه رساله الحب بمناسبه فالنتاين مثل ما قال معتصم. يعني ما بدي ارجع عيد نفس الحكي بس اكيد بوجهها لعائلتي الكبيره والصغيره. اكيد لخطيبه وصار عندي عائله جديده اكيد. بقول لهم انه كثير بحبهم واني محظوظه اني رح فوت على بيتهم. وكمان يعني ما بننطر هيدا النهار لنعبر يعني. اكيد بيجي هيدا النهار ليذكرنا انه دائما نحكي بالحب. صحيح. بس شيء عيد كثير حلو بصراحة. يعني بصراحه عن جد جاوبيني بصراحه. قلت له لمعتصم بتخاف على جيبتك؟ لانه نحن بليله فالنتاين الشباب انه اللي بنحبهم بتحسوا ناطرين هيدا النهار لحتى بيطلعوا فيك انه حبيبي بتحبني بطلع بجيبتك يعني. لا ولو مش كلهم هيك. مش كلهم هيك مزبوط. اذا ما جاب لك ورقه بتزعلي. هو هيدا العيد يعني رمزي اكثر من انه يكون في هديه يعني. في يكون شوكولا. في يكون ورده. في يكون كلمه حلوه يعني.